مثل ما كان النصف الأول من 2019 مليان بإصدارات لألعاب ممتازة زي Resident Evil 2 Remake, Metro Exodus, Sekiro, Mortal Kombat, Super Mario Maker, Days Gone, Judgment وغيرها الكثير في سنة مزحومة بألعاب قوية. أيضا نهاية 2019 ما راح تكون أقل من ناحية الإصدارات المنتظرة, وعشان كذا جمعنا لكم أهم 5 ألعاب منتظرة في المتبقي من هذا العام بداية من شهر سبتمبر, واللي راح تكون فترة مميزة بالذات لمحبين ألعاب الشوتر. وبس للتوضيح حاولنا نركز في هذا الفيديو على الألعاب الغير سنوية, أما بالنسبة لألعاب الشهر القادم شهر أغسطس راح يكون في فيديو خاص عنها على نهاية الأسبوع بإذن الله. بس قبل ما نخش في الموضوع التذكير المعتاد بالاشتراك والنشر وتفعيل الجرس. في المركز الخامس راح ترجع لنا واحدة من أهم ألعاب الشوتر من منظور الشخص الأول, لعبة دوم بعنوان دوم إيترنال, وهي تكملة للجزء اللي صدر في عام 2016 واللي كان ريبوت لسلسلة دوم الشهيرة. الجزء السابق حاز على إعجاب اللاعبين والنقاد بعد ما حصلت على تقييمات عالية ومبيعات ممتازة. دوم من الألعاب اللي القصة فيها ما هي بذاك العمق, يكفيك أنك تعرف أن الشياطين تمكنت من الوصول لعالمنا وهدفك هو قتل هذه الشياطين بطرق متنوعة دموية وعنيفة باستخدام ترسانة متنوعة من الأسلحة. طبعا الجزء راح يشهد تواجد مناطق وأسلحة وأعداء جدد, وتم الإعلان أن دوم إيترنال راح يكون فيها ضعف عدد أعداء الجزء السابق, وأيضا راح يتواجد طور للأونلاين في اللعبة. موعدنا معاها في 22 نوفمبر القادم على البلاي ستيشن 4, إكس بوكس 1, نينتندو سويتش, البي سي وستيديا. وفي المركز الرابع الجزء الخامس من السلسلة الحصرية والرائعة لجهاز الإكس بوكس, Gears 5, واللي راح يكون الأضخم في تاريخ السلسلة سواء من ناحية طور القصة أو الأونلاين التعاوني والتنافسي. وأحد الإضافات الجديدة هو طور إسكيب التعاوني, واللي مهمتك فيه إنك تنجو مع لاعبين من موجات متتالية من الأعداء وتتمكنوا من الهروب. والظاهر إنه هذا الجزء راح يشهد اهتمام كبير في طور الأونلاين التنافسي بسبب ازدياد شعبية الرياضات الإلكترونية. أما بالنسبة لقصة اللعبة راح تكون بعد نهاية أحداث الجزء الرابع, وراح تلعب بكيت دياز واللي تبحث عن أجوبة تخص ماضيها وعائلتها, وأيضا راح يشهد هذا الجزء عودة بعض الشخصيات المعروفة من الأجزاء السابقة. Gears 5 هي لعبة شوتر أكشن قصة وخيال علمي من منظور الشخص الثالث, وراح تصدر حصريا على إكس بوكس والحاسب الشخصي في 10 سبتمبر القادم, ولمشتركين إكس بوكس جيم باس ألتيميت راح يقدروا يلعبوا من يوم 6 سبتمبر. وللمركز الثالث مع لعبة شوتر أخرى لكن مختلفة كليا ومميزة بطابعها الفكاهي الخاص والأسلحة الغريبة والمنوعة, Borderlands 3, الجزء الرابع الرئيسي بعد Borderlands 1, 2 و Borderlands The Pre-Sequel. السلسلة مشهورة بتنوع كبير في الأسلحة, ولما أقول تنوع كبير قصدي أنه الجزء القادم راح يشهد تواجد أكثر من بليون سلاح على حسب العروض اللي شفناها وتصريحات مخرج اللعبة, وراح تشهد تواجد 4 شخصيات جديدة قابلة للعب, أمارة واللي تعتمد على القتال قريب المدى, FL4K والملقب بذا بيست ماستر أو سيد الوحوش, موز واللي تنتمي لفئة الجانرز, زين واللي ترافق طائرة صغيرة بدون طيار للمعارك. ومثل ما تعودنا في الأجزاء السابقة كل شخصية لها قدرات خاصة ومميزة وقابلة للتطوير مع تقدمك باللعبة, وراح تقدر تلعب القصة لحالك أو بالتعاون مع أصدقائك لأربع لاعبين. القصة بحاجة إلى 30 ساعة لعب على الأقل عشان تقدر تنهيها, هذا إذا فقط ركزت على المهام الرئيسية مع تواجد أعداء جدد على رأسهم التوأمين تروي وتايرن والمعروفين بذا كاليبسو توينز, وهم الأعداء الرئيسيين لك في اللعبة. أما بصفة عامة المحور الرئيسي في قصة بوردرلاند هو اكتشاف خزنات مغلقة من قبل مخلوقات فضائية مليئة بالكنوز والقوة الخارقة, ومع اكتشاف هذه الخزنات صار الكثير هدفهم الحصول على الثروات الموجودة وأصبحوا معروفين بالصائدي الخزانات أو الفولت هانترز. بوردرلاند 3 هي لعبة شوتر RPG من منظور الشخص الأول, خيال علمي, مغامرات وقصة تقدر تعيشها وتختمها مع أصحابك. موعدنا معاها في 13 سبتمبر القادم على بلاي ستيشن 4, إكس بوكس 1 والبي سي. وفي المركز الثاني لعبة الخيال العلمي الأكشن القصة والمغامرات والمبنية على عالم ستار وورز الشهير, ستار وورز جيداي فولن أوردر. بطل القصة والشخصية الرئيسية في اللعبة هو كال كيستس, وهو أحد الجيداي الشبان واللي يمتلك قوة وقدرات خارقة, ورح تجري أحداث القصة في الفترة بعد أحداث فيلم ستار وورز إبسود 3 ريفنج أوف ذا سيث. المختلف في هذه اللعبة عن جزئين باتل فرونت هو الاعتماد الكلي على طول القصة بعد ما كان التركيز في الأجزاء السابقة على الأونلاين. فولن أوردر ما هي لعبة عالم مفتوح بقد ما هي لعبة تعتمد على القصة, القتال والألغاز, وطريقة اللعب راح تعتمد بشكل كبير على القتال قريب المدى باستخدام السلاح الشهير اللايت سيبر وقدرات الجداي الخاصة. موعدنا معاها في 15 نوفمبر القادم على بلاي ستيشن 4, إكس بوكس 1 والبي سي.
وقبل ما نروح لأكثر لعبة منتظرة في 2019، خلونا نشوف على السريع بعض الألعاب الأخرى اللي تستحق الذكر. في المركز الأول وبدون أي منازع بالنسبة لي لأكثر لعبة منتظرة في هذا العام هي لعبة العبقري هيديو كوجيما Death Stranding. اللعبة تم الإعلان عن موعد إصدارها بعرض جديد في يونيو الماضي، وبالرغم من قرب هذا الموعد ما زال فيه الكثير من الأشياء الغامضة حولها. Death Stranding هي لعبة قصة أكشن ومغامرات، وراح يتواجد فيها عنصر الأونلاين، لكن إلى الآن غير معروف كيف راح يكون بالضبط. اللي نعرف عن القصة انه بعد حصول انفجارات غامضة هزت العالم، بدأت معها سلسلة من الظواهر الغريبة والخارقة للطبيعة بالظهور. ومهمة سام بريدجز الشخصية الرئيسية وبطل اللعبة هو انه يسافر عبر الاراضي المهجورة ويحاول انقاذ الحضارة من الدمار والانقراض. اما بالنسبة لطريقة اللعب فراح يكون باللعبة عناصر للاستكشاف والقتال وبناء معدات واسلحة. والشيء المميز ايضا باللعبة هو تواجد طاقم تمثيلي على اعلى مستوى، مع تواجد العديد من الممثلين المشهورين. وللي حاب يعرف كل المعلومات المتوفرة حول اللعبة لحد الآن، شيك على فيديو كل اللي نعرفه عن Death Stranding واللي تكلمنا فيه عن كل المعلومات المؤكدة واللي نعرفها لحد الآن حول اللعبة، الرابط حتلاقيه بالوصف. موعد الإصدار المنتظر هو 8 نوفمبر القادم حصرياً على PlayStation 4. زي ما انتم شايفين لسه قدامنا سنة مليانة بألعاب قوية ومنتظرة، لكن يهمني أعرف إيش أكثر لعبة أنتم متحمسين لها، وهل في ألعاب غابت عن القائمة تشوفوا أنها كانت تستحق الذكر؟ شكراً على المتابعة، وإذا أعجبكم الفيديو لايك واشتراك ودعمكم بالنشر.